شلون يسمعون؟ شلون يسمعون؟ ما ادري ايش محمد منير الكينج. ما احبه. بصي ادري شفته ما احبه. لا احب محمد منير ولا اعرف كيف الناس تسمعه اصلا. فجري سعيد تصير الجدل من جديد بالهجوم على محمد منير. عادت من جديد الإعلامية فجري السعيد بهجومها على النجوم المصريين، مما يثير غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقد انتشر خلال الساعات القليلة الماضية فيديو لها وهي تتحدث عن النجم الكبير محمد منير، حيث أنها وصفته بعبارات غير لائقة، كما قالت أنها لا تعرفه على الرغم من الشهرة الواسعة التي يمتلكها الكينج محمد منير في مصر والجماهيرية الضخمة له في كافة أنحاء الوطن العربي والعالم أيضا. وقد تزامن ذلك في اليوم الذي يحتفل فيه محمد منير بعيد ميلاده، حيث يتزامن الثلاثاء 10 أكتوبر بعيد ميلاده 69، حيث أنه من مواليد عام 1954 وولد في قرية منشيت النوبة بأسوان، وظهرت موهبته في الغناء منذ طفولته. تخرج محمد منير من كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربي النوبة، وخاصة المطرب زكي مراد الذي ساعده على دخول عالم الغناء. أثارت تصريحات الإعلامية فجر السعيد غضب الكثير من جماهير الكينج محمد منير. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة حياتي وتحية أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا.